ميكرو فريد ما انفاس كما العاده خرجنا الشوارع ديال الضرب دابا الخطره باش نسولوا الناس على موضوع شيق الكلاشات ما بين الرابورات ديال المغرب وديال الجزائر. الا بغيتوا تعرفوا الاراء ديال الناس يلاو معنا خويا. اش بان لك ما بين هاد الكلاشات ديال الروبا ديال المغرب مع ديال الجزائر؟ وبالنسبه لهاد الكلاشات بان لي انا مسرحيه دايره تبون ولي ديال المسرحيه من الاخر حيت قال لهم فين الدومبي كلاشا ديدين قال لهم اللي غي كلاشي زعما الدومبي مزيار غنعطيه مليون ديال الدولار. وجاوبوا الدومبي قال ليه الا كلاشاني شي واحد وعجبني الكلاش ديالو انا نعطيه 3 مليون بكل تواضع. شي خويا الكلاشات ما بين الروابط ديال الجزائر والروابط ديال المغرب اش بان لك؟ وي خويا شفت بعض الفيديوهات وما عجبنيش الحال لان القضيه ديال الكلاشات ما عجبتنيش. واحد الحاجه الجزائر هي كتبقى دوله عربيه واسلاميه وفي نفس الوقت شقيقه. هاد الناس ديال السياسه بغاو يدخلوا واحد العداوه ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. القضيه ديال الكلاشات ديال الروابط سواء الجزائريين سواء المغاربه هذه كتزيد غير تحقد الشعب المغربي مع مثلا الشعب الجزائري. لهذا انا ما كنتفقش في هذه المساله ديال الكلاشات. بعد الروابط النيه ديالهم كتتجه دائما في اثاره البوز يعني باش يعني شحال هذه ما خدموا كل كيدخل الفلوس كل اللي كي عنده الهدف ديالو هو يبين السميه ديالو. واش ما شي ماشي معقول لان الشعب الجزائري والشعب المغربي كيبقاو دائما خوت وخاوه. وهاد الناس ديال السياسه اللي هما شكون سبب هاد الكلاشات؟ شكون السبب؟ سبب الكلاشات هما المسؤولين ديال الجزائر السياسيين هما اللي حرضوا بعض الروابط الجزائريين باش يكلاشيو الروابط ديال المغرب. وهنا بدات الحرب ما بين الكلاشات ولاو جميع الروابط ديال المغرب كيكلاشيو الجزائريين والعكس كذلك ما بين الجزائريين والمغاربه. شي رساله منك اليوم للروابط ديال الجزائر والروابط ديال المغرب والمسؤولين؟ الرساله ديالي انا بالنسبه للروابط ديال المغرب والجزائر خصهم يوقفوا هاد الكلاشات لان هاد الكلاشات ما غتعطيش واحد النتيجه العكس غتزيد تخلق بزاف الفتن. وبغاو هاد الناس السياسيين بغاو يديروا العداوه ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. وحنا كدوله اسلاميه والجزائر حتى هي كذلك كدوله اسلاميه خصنا دائما نجتنبوا هاد الكلاشات. حنا خاوه وبلا عداوه وديما خاوه. خويا اش بان لك ما بين الكلاشات ديال الروابط ما بين ديال المغاربه وديال الجزائر؟ خويا هادشي بان لي كامل سبب الرئيس ديال الجزائر تبون ما واجبت على راسو نحل مع البيك. تبون هو سبب هاد الكلاشات؟ هو السبب ديال هاد الكلاشات. ولكن راه عارف انت ان الروابط ديال الجزائر ما غيتقارنوش مع ديال المغرب باسكو ديال المغرب نيفو عليهم راه معروف حتى في الميريكان كاينين الروابط عالميين والاصل ديالهم مغاربه راه ما يقدروش على ديال المغاربه فهمتي. وشي رساله منك؟ نقول لديزيدروس رساله لسميتهم من الروابط كاملين. المهم الروابط ديال المغرب راه عارفين. قول لي الاخ شتي هاد الكلاشات ما بين الروابط ديال المغرب مع الجزائر؟ شفت ديال الطرد ديال دومبيك كان رد في المستوى. انا كنظن على ان الجزائر اليوم ولاو تيخلصوا الروابط ديالهم باش ياتاكيو المغرب فهمتي. زعما حنا جيران وداك الشيء ولكن تحنا لهم بالمرصاد. شكون اللي كيخلصهم بالضبط؟ الرئيس ديالهم سي تبون هو اللي كيخلص تيخلصهم تيعطيهم العاقه هو تيخلصهم باش يديروا اتاكيو المغرب. المهم اتاكونا من جميع الجهات بقات لهم اللعيبه ديال الرابر اتاكونا راه الطومبيك قام بالمهمه بخير توفيق حزين بكل تواضع تحياتي. خويا شتي الكلاشات ما بين الروابط ديال المغرب مع ديال الجزائر اش بان لك انت؟ واخويا هادشي بيناتنا ما خصش يكون داكشي السياسه بين السياسيين. حنا كشعب جزائري وشعب مغربي من قديم الزمان فهمتيني حنا دايرين بحال هكا فهمتيني. اذا ما خصش هادشي ياثر بيناتنا. حنا كنبقاو كشعوب كنبقاو خوت بيناتنا خاوه الجزائر والمغرب. ورساله منك اليوم؟ ورساله فهمتيني حنا الشعب الجزائري فهمتيني على قلبنا وعلى راسنا من الفوق. بالنسبه للحكومه ديالهم الله ياخذ فيهم الحق بكل تواضع تحياتي على مقام البياتي.